مفيش مره اكلتها من ايدك لا يعني بص بعمل سلطات اكيد الخشاف طبعا عملته لهم يعني الخشاف ده اول سفير بروح بيه لاي الخشاف اي بالظبط اي طبعا. حد من اصحابي مش مصري لازم اهم حاجه عندي الخشاف يتعمل في رمضان لو كنا طبعا بنزور بعض في رمضان حل. فانا الحمد لله قدرت ان انا يعني ايه في ناس كتير اثبت وجودي يعني في ناس كتير طلعت ما تعرفش الخشاف المصري بتاعنا ودي حاجه فاجئتني يعني انا استغربت انه ازاي انتوا في رمضان ما بتاكلوش خشاف ان بالنسبه لي دي صدمه حضاريه ازاي ده انتوا لازم تتعلموه ولازم فبالتالي انا نقلت التمر مع القهوه مثلا ممكن التمر مع القهوه مع الحلويات لكن فكره الخشاف المصري انا يعني الحمد لله واخداه ورايحه بيه ورايحه عارفه دي عملته مره واثنين وثلاثه يعني حتى كمان فكره ان هو فيه فايبرز بتساعد على طبعا كل مكوناته المعده ان هي تكون خاصه لو حطينا له مكسرات بالظبط طيب احنا طبعا منتظرين النهارده نشوف الخشاف بمذاق اخر وبطعم تاني من ايد ضيفت النهارده الاستاذه اميره العوده مقدمه نشره الاخبار على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه ولنستمتع كمان مع اسئله واجوبه ونخش في تفاصيل كتيره والجانب الاخر والانساني من الطيبين الحلوين اللي بنشوفهم دايما على شاشه القناه الاولى. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للشياكه واللباقه والثقافه الاستاذه اميره العوده النهارده مقدمه نشره الاخبار على شاشه القناه الاولى. اهلا ازيك يا نجمه؟ اهلا بيك منورنا ده نور حضرتك والله المطبخ منور بحضرتك واضح انك مثقفه في المطبخ اكتر ما بتعملي الاكل حقيقه وده مطلوب ما اقدرش انكر طيب حقيقه عايزين ناكل الخشاف من ايدك النهارده يلا بينا بما انك انت كان هو رسالة الحب اللي بتتقل بيها لكل الدول بصراحة أي بلد تاخدي معاك الخشاف بصراحة هي دي ثقافة أنا شوية من الناس الحريصة على الحفاظ على الهوية المصرية حلو يعني كل اللي أنا شفته يمكن بسبب أن أنا تربيت برضو برا مصر شوية لفترات طويلة أو سنوات طويلة ف كان ده سبب ان انا اشوف اكتر من شعب من الشعوب العربيه كل واحد محتفظ بالعادات بتاعته وكل يعني واحد له ثقافته في المطبخ بالظبط لا مش بس في المطبخ كمان في الحياه العاديه بتاعته اللي هي التفاصيل اليوميه والاكلات وكل حاجه فلاحظت ان الناس متمسكه بهويتها حتى وهم في دول الاغتراب فده كان اكبر يعني حافز وداعم ان انا ابقى عندي مش عايزه اقول تعصب بس اقدر اقول إيه حماس اكتر نحو الهويه المصريه ان انا ابقى محافظه على التراديشنالز بتاعتنا عن كل حاجه تقليديه كل يعني تقاليدنا عاداتنا بالظبط عاداتنا تقاليدنا وابسطها طبعا الخشاف على الفطار كان لازم ان انا كل عزومه اروحها ابقى واخده معايا خشاف واكلات مصريه كتيره على فكره طبعاً. يعني في اي مكان تروح يقول لك ايه نفسي اكل الملوخيه المصريه من ايدك نفسي اكل مزبوط. الكشري مزبوط. الرز المعمر مظبوط لانها بتتعمل يمكن في بلاد او دول اخرى بشكل مختلف يعني الملوخيه مثلا اللبناني بتبقى ورق او الشامي بتبقى ورق ملوخيه ورق بتتعمل ورق سليم زي ما هي بالظبط لكن المصري بتتخرط ومخصوص الطشه بتاعتها وكل واحده لها مذاقها يعني عارفه ازاي انا محتاجه بس سكينه عشان اقطع الخشاف هتقطع الخشاف بالسكينه عايزه اقول لك اتفضل الشهقه على الطشه المصري دي ثقافه الواحد ما ينفعش بتتدرس بره عايزه اقول لك بتسال عليها في كل مكان اللي هو اميره وانتوا بتعملوا الملوخيه بتعملوا كده يعني ايه شهقه عارف ويقعدوا يسالوا عن التفاصيل دي برضو حلو فكره نشر الثقافه المصريه على فكره يعني احنا عندنا عادات حلوه قوي 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 بجد احنا محتاجين ان احنا ننشرها ونفتخر بيها اكتر من كده بكتير وبعدين يعني اتفضلي يعني أنا مؤمنة بفكرة إنك عايز توصل للعالمية لازم تغرق في المحلية يعني تغرق تفاصيلك في كل حاجة مصرية قوي عشان توصل بيها للعالمية يعني ما تحاولش تقلد خالص يعني لازم نتعمق في المحليات قبل العالمية بالظبط 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 طيب نرجع كمان نقول حاجة مهمة إن المطبخ أو الأكلات بتاعت كل دولة هي بتبقى حديث أي قعدة يعني لما بنسافر يقول لك والله اكلت في الصين كذا اكلت في اليابان كذا اكلت في مصر كذا بالظبط يعني بتبقى هي الحديث بتاع القعده سواء عشاء يقول لك عشاء عمل عشاء عمل يعني من خلال قعده العشاء دي ان احنا بنتكلم في حاجات كتيره ونتكلم منها في البيزنس بتاعنا انا عايزه اقول لك انا دايما بدعو دايما اصحابي اللي طبعا كنت متربيه معاهم بره يمكن لفكره انه لما نيجي لازم تنزلوا نروح نقعد في شارع المعز تعالوا جربوا رمضان هنا في مصر رمضان في مصر حاجه ثانيه فعلا لازم نروح نقعد في شارع المعز لازم نروح نقعد في زينب خاتون في قهوه السحيمي مثلا الحاجات اللي هي تراديشنال بتاعتنا قوي دي بتبقى شايله الثقافه شايله الجو المصري اللي مش هتلاقيه في اي حته انت ممكن تلاقي افخم كافيهات في العالم كله ممكن نعمل زيها وموجود عندنا كل بيجوا من اخر الدنيا يقضوا رمضان في مصر بالزبط. يعني بياجلوا الاجازه بتاعتهم والوقت الجميل بتاعهم كل السنه
لشهر رمضان. فكره اللمه يعني يمكن حتى مائده الرحمن الكبيره بتاعه المطريه مسمعه في العالم كله قد احنا عندنا قدره على ان احنا نتلم ونتجمع ونعمل السفره دي بالظبط. والخير موجود في كل حته، يعني لو العالم كله بيعاني من نقص في الغذاء او حاجه، احنا الحمد لله الخير الحمد عندنا لله. بلمتنا وبالبركه بتاعت ربنا يكفي الدنيا كلها، مش بس احنا كمصريين الحمد لله. ربنا يديم العز علينا دايما. ما تسحرش، ما تلاقيش حد ما فطرش، بالعكس الحمد لله ربنا يديم علينا دايما. امين يا رب. في مصر الحمد لله ما حدش يعني ايه زي ما بيقولوا بينام غير عشاء ابدا ابدا ابدا، يعني ربنا دايما يديم علينا عز الدوله. امين يا رب العالمين. عايز اسالك سؤال. اتفضلي. اول اكله عملتها في المطبخ كانت ايه؟ دخلت تعمل ده. حلو السؤال. حلو السؤال، جميل جدا. اول اكله دخلت عملتها كان رز. معقول؟ اه والله ده صعب قوي. فعلى فكره الرز من اصعب الحاجات في المطبخ، انك تظبط معيار الميه بتاعه. تظبط حاجات كتيره، طعم الرز، الرز ما يتكسرش منك في السوا، الرز ما يعجنش، الرز يبقى حبه وحبه ازاي، ما تبقاش واحده مستويه ومفلفل ومفلفل، قصه يعني. يعني ممكن تكوني شاطره جدا في المطبخ بس تيجي تعملي شويه رز ابيض عدل طشه الملوخيه او شهقه الملوخيه ما يظبطوش معاكي. تيجي تعملي طاجن باميه باللحمه الضاني جامد جدا وتنجحي فيه وماما تعلمهولك، بس تيجي تعملي الرز بالشعريه ما يظبطش معاكي. تلاقي الشعريه ملونه، تلاقي الرز الشعريه مستويه والرز مش مستوي، وهكذا. انا محتاجه بس حاجه احط فيها الخشيف. اتفضل. نرجع للسؤال المهم جدا. سافرتي، قصدي اتعزمتي في عزومه من عزائم رمضان اللي انت بتحبي تتعزميهم وما عجبكيش الاكل على السفره؟ لا، هي حصلت مش ما عجبنيش. مش يعني ما كانش على هوايتك؟ لا، اكتشفت في بلد ما وانا معزومه ان هم بيشربوا شوربه وياكلوا سلطه وسمبوسك ويروحوا يعني يصلوا الاول، والاكل اللي هم بيبقوا طابخينه قبل الفطار بياكلوه على السحور. حلو. فانا بصراحه يعني اللي هو طب انا معزومه، طب انا عايزه اكل. كان موقف محرج بالنسبه لي جدا، انه يعني اللي هو انا اكلت سلطه، طب فين الاكل؟ فانا قاعده والناس قامت تصلي وهم وانا قاعده مستنيه الاكل ينزل. اكتشفت ان مفيش اكل ينزل. البدايه بطبق الاكل بعد صلاه التراويح. يعني الاكل يعني اللي هو وانا قاعده مستنيه الاكل ينزل بعد السلطه، فاهم؟ والناس قامت وشالوا الاكل. فده كان من المواقف اللي عمري ما هنساها، وفاكره ان انا قعدت طب ايه نحلي وما نحلي، طب انا ما اكلتش عشان احلي. فقررت ان انا ياي تجنن ورائع وكل حاجه تمام، ونزلت اكلت في يعني مطعم برجر يعني. ايوه. بس الحمد لله عدت يعني. طيب الوالده يا ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لك، اتعلمت منها ايه في المطبخ؟ يعني ايا كان هي بتحب تخش المطبخ او ان هي مش من هوايات ان حد يساعدها في المطبخ، بس بالتاكيد اتعلمت منها حاجه. اتعلمت منها انه سبحان الله بالبركه، يعني مش لازم يكون في مكون من المكونات موجوده هي بتعرف تتصرف. يعني حل. ايه مش لازم تكون كل حاجه موجوده عشان تعمل اكل حلو. بتسمي وبتحط اللي موجود بالبركه، مفيش عيار عندها. فكره البركه بتحطي كل حاجه بتطلع مظبوطه اكتر من حتى لو كنت حاطط معلقه. او ايه فكره البركه المصري؟ ممكن يتعمل بالقمر الدين ويتعمل باللبن على طبعا فكرة. الاثنين بيبقوا حلوين جدا. انا هحتاج بس معلقه عشان اقلبه. الخشاف من ايد الاستاذه اميره العودة اكيد طعمه مختلف بتفاصيله يعني. تسلم يا شيف. اكيد بعد الفطار كلنا. ما فكرتيش تحطي معاه شويه فانيليا مثلا مع اللبن؟ والله فكرت جدا. وعلى فكره ممكن التغيير. نحط ممكن نحط كريمه لباني او كريم شانتي. ده لو احنا عايزين يكون شويه تقيل، بس طبعا حسب الرغبه يعني. بس عاده انا بحبه باللبن، بيكون خفيف على المعده لان انت بتبقى محتاج تشرب سوائل اكتر منها حاجات تقيله. هو طبق الخشاف مكوناته لوحدها ثروه غذائيه، تعتبر اكله وتعتبر اكله كل حاجة. كامله، سواء مكسرات بتحطي له بندق، شويه لوز، شويه زبيب، ممكن كل ده يتحط على الوش هيبقى رائع جدا. شفت الكشري كده بقى حلو قوي الكلام ده.